بألف خير وجبة إفطار شهية بنتمناها لكم. برنامج الغلط صح يتواصل معكم من وائل المول. متعة التسوق وتجربة فريدة في عالم التسوق. ألف ألف مبروك للناجحين في الثانوية العامة، وأكيد بنتمنى لكم أوقات رائعة وسهرات رمضانية عالية أسعار ولا بالخيال. وائل المول أضخم صالة عرض في الشمام في الشمال. برنامج الغلط صح يتواصل معكم من خلف الكاميرا الزميل علاء أحمد الجلاد، يعطيك العافية وطلعة حلوة إن شاء الله بنتمناها لك على البحر الميت. وهذه تحياتي لكم خالد الدير. نبدأ في الغلط صح مع أول المتسابقات. كل عام وانتم بخير خالد. كيف أجواء رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. اليوم إيش وجبة الإفطار كانت؟ اللهم صل على سيدنا محمد. مقلوبة. مقلوبة صحة وعافية أبسايد داون. طيب جاهزي معي للعبة الغلط صح، بدنا تجاوبي غلط علشان تربحي. تمام. اليوم ايش طبختوا على الطبخه؟ ملوخيه. ملوخيه عيني عليكي. بيحكوا انه الكازيه اذا منولع فيها نار بيكون افضل وامن كثير. صح. نعم. طيب الباميه بتزرع على الارض ولا على الشجر؟ على الشجر. على الشجر. طيب اللحمه بيحكوا انه اذا حطيناها بالثلاجه بتستوي اسرع من الغاز. صح. طيب وفلسطين ايش عاصمتها؟ باريس. باريس. طب ومين رئيس المملكة الأردنية الهاشمية؟ أبو عمار. أبو عمار الله يرحمه ترابه. عشان هيك رح تربح هدية مقدم من وائل مول. كل عام وانت بألف. انت بخير وصحة والسلام. الله يمد بعمرك. وائل مول تجربة فريدة في عالم التسوق. فلسطين طول كرم قرب مدارس الإسراء. كل عام وانت بخير. انت بخير صح. كيف أجواء رمضان معك؟ تمام الحمد لله. اليوم طمني وجبة الإفطار إيش كانت؟ والله سبروست كانت. صحة وعافية. احنا لعبتنا الغلط صح، يعني بدك تجاوب غلط علشان تربح، بس بدك تركز معي وسريع تعطيني الإجابات. أوكي؟ أوكي؟ من هذا غلط. طيب إيش لون البندورة؟ خضرة. طيب ميسي بأي فريق بيلعب؟ ريال مدريد. طيب مين فاز بالمونديال 2004؟ فرنسا. فرنسا يا عيني عليك. طيب مين بحد فلسطين من الشرق؟ بلجيكا. بلجيكا يا عيني عليك. طب اذا سالتك سؤال، الواحد بيش بمشط شعره؟ بما انك اصلع بس تتمشطش، بس صديقك علاء صور لي اياه، بيش بتمشط شعره؟ جربات. جربات. طب ايش بتفرش اسنانك؟ محال. ايش صوت الارنب؟ مياو. مياو. كل الاحترام، حتربح هديه معنا مقدم من وائل مول. كل عام وانت بخير. انت بخير صح. وائل مول تجربه فريده في عالم التسوق. فلسطين طول كرم قرب مدارس الاسراء. جاهزي معنا للعبة الغلط صح؟ إن شاء الله. تجاوبي غلط على أساس تربحي معنا، أوكي؟ إن شاء الله. طيب. الأمور لابس لبسي للريال ولا للبرشا؟ للريال. طيب اللي بيحكوا إنه إذا الواحد سخن الزيت حامي حامي بنحرقش وما بصير مشاكل في الفرن ولا بتنحرق البيت، صح؟ مظبوط. ديروا بالكم يا أولادنا الصغار وستات البيوت الجداد. طيب الكاميرا اللي بصور فيها على إيش وظيفتها؟ يتسلى فيها. طيب والتوستر، هاي عندنا في توستر هون، ماكينة توستر، ايش الواحد بيعمل فيها؟ بتفرج عليها. بتفرج عليها. طيب اذا سألتك سؤال، المكيف وين بتشغل، بأي فصل؟ لا بالصيف ولا بالشتاء. لا بالصيف ولا بالشتاء. طيب والتدفئة وين بتشغل؟ بالصيف. بالصيف. حلو الحم زيادة رطوبة، مش مكفينا الرطوبة اللي احنا فيها. طيب شو بتدق على الهاي؟ طيب ايش لون الكرتوني هذا؟ حمراء. حمراء. ولون البندورة؟ صفرة. وايش صوت الارنب؟ تعرف صوت الارنب؟ لا بعرفه. طب ايش هو؟ مياو. ايش والكلب؟ عو. يا عيني عليكم، خليه يربح هديه. كل عام وانتم بالف خير. وائل مول تجربه فريده في عالم التسوق. فلسطين طول كرم قرب مدارس الاسراء. كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير وصحه وسلامه. كيف اجواء رمضان معك؟ والله الحمد لله رب العالمين. تمام. شو اليوم وجبه الافطار كانت؟ طمني. كانت مخشي باللبن. يعني مخشي او مخشي باللبن، صح وعافية. على قلبك. طيب لعبة الغلط صح، بدنا نجاوب بسرعة ولكن غلط، اوكي؟ شفرات الحلاكة الواحد ايش بيعمل فيها؟ يمشط فيها شعره. يعني عليك. طيب والقداحة ليش تستخدم؟ بحك ظهره فيها. بحكوا اذا بدك تساعد في عملية اطفاء الحريق يستخدم كميات كبيرة من البنزين، صح؟ 100%. يعني عليك. طيب وبحكوا انه اذا بدك تقوي الكالسيوم في الجسم ايش بتتناول؟ باخذ عصير كابي. طيب بيحكوا انه الباميه تزرع على الاشجار، صح؟ الباميه على الشجره تطلع. بتلقطها؟ متاكد؟ اكيد. من مين هالمعلومه جايبها؟ اخذناها تعلمناها في المدارس والجامعات احنا. طب الساعه اللي بايدك ايش وظيفتها؟ الساعة هذه بتساعدني لما بدي أتناول إشي معين زي المعلقة اللي فيها. كل الاحترام. طب آخر سؤال، إيش بتفرش أسنانك؟
السؤال محرج هذا، بلاش اجاوب عنه. ميكنزي مثلا؟ تقريبا، او المشط تبع الارض. صحة وعافية واجواء رائعة بنتمناها لك، هديتك من الكاش تسلمها، كل عام وانت بألف. وانت بألف خير، الصحة والسلامة. وائل بول، تجربة فريدة في عالم التسوق، فلسطين، طول كرم، قرب مدارس الإسراء. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف اجواء رمضان؟ الحمد لله رب العالمين تمام. واليوم وجبة الإفطار شو كانت؟ اليوم دوالي وشوربة. عيني، صحة وعافية. الله يعافيك. جاهز معي للعبة الغلط صح؟ بدي تجاوب غلط علشان تربح، تمام؟ 100% متفقين، نبلش. ايش اليوم افطرت؟ اليوم لبن ورز. يعني صحة وعافية، حلو الدوالي بس تقلب على لبن ورز. طب ومسحوق الغسيل للإنسان لايش بيستخدمه؟ علشان نحط على راسه. على راسه، طيب. والواحد بايش بيفرش اسنانه؟ بالسكينة. ايش وظيفة الكاميرا؟ الكاميرا عشان تسوق فيها. طب والثلاجة شو بنعمل فيها؟ نخبز عليها. طيب والغاز؟ الغاز بنطبخ عليه. الغاز بنغسل عليه. بنغسل عليه. والغسالة؟ غسالة بنحط الثلاجة بالمي، المي فيها. طب اما نشكح البطيخة بيحكوا انه اللون بصير بني صح؟ صح. طب وبيحكوا اذا بدك تساعد في اطفاء الحريق دير كميات كبيرة من البنزين. صح. صح طبعا. اول طيب، واذا الواحد بده يزيد نسبه الكالسيوم بجسمه بالعظم على اساس يقوى ايش بيشرب؟ بيشرب ميه. نعم. طيب علشان هيك راح تربح هديه مقدم من وائل مول. كل عام وانت بخير. وانت بخير والحمد لله. كل الى امام تقدم. وائل مول، تجربه فريده في عالم التسوق، فلسطين، طول كرم، قرب مدارس الاسراء. كل عام وانت بخير. وانت بخير، حياك الله. كيف اجواء رمضان معك؟ تمام الحمد لله. اليوم ايش الطبخه كانت؟ كانت اوزي. صحه وعافيه. اوزي ام 16 كله عادي يا شباب. صحه وعافيه. اكلبك. طيب الغلط صح بتعرفها وبدنا نبلش فيها. الفير، جهاز الشسوار لايش يستخدم؟ الفير يستخدم للمقلوبه. للمقلوبه. طيب يعين عليك. والمروحه باي فصل منشغله؟ بالشتويه. طب بيحكوا انه مشروبات الانرجي درينك، هذه المشروبات الطاقه، الواحد بيشربها عشان يكسل، صح ولا غلط؟ مش هيك صح. طب يعين عليك. ومندير في عمليات اطفاء الحريق كميات كبيره من البنزين والغاز، صح ولا لا؟ مزبوط. مزبوط. يعين عليك. طيب السؤال الاقوى، التدفئه وانت منشغل؟ بالشتويه. طب وبالشتويه ليش الواحد بيمسك الشمسيه؟ من شان الشمس. طب بالشتويه بتلبس سطره ليش؟ من شان الحم. طب مين بحد دوله فلسطين من الشرق؟ من الشرق امريكا. امريكا. ومن الجنوب؟ سويسرا. سويسرا. من الغرب؟ البرتغال. والله لو هيك كان عم احنا اكبر دوله. طيب علشان هيك راح نعطيك هديه. كل عام وانت بألف خير. انت بخير، حياك الله. وائل مول، تجربه فريده في عالم التسوق، فلسطين، طول كرم، قرب مدارس الاسراء. طيب بيحكوا انه اذا بدك تطفي الحرائق بتستخدم كميات كبيره من البنزين، صح ولا غلط؟ بدك خطا يعني؟ اه بدي جاوب خطا. العبارة صح ولا خطا؟ العبارة خطا. ايش؟ العبارة صح. صح 100%. طب الواحد بيش بمشط شعره؟ بايده. يعني عليك. طب ومسحوق اللي هو الجلي والقامة وهذا التنظيف ليش الواحد بيستخدمه؟ عشان يوسخ الصحون. يعني عليك. طيب بيحكوا انه العديد من اللي هي الطبقات اللي هي مثل البامية تزرع على الاشجار، صح ولا خطا؟ تزرع على الاشجار. صحيح. بيحكوا انه بحد فلسطين من الشرق الولايات المتحدة الامريكية. صحيح. طب ايش لون البطيخة؟ حمراء. طب اما نشكحها ايش بيطلع؟ خضراء. خضراء. طب وايش الشاي اما بيكون اللي هو اسود بني عند الجني من الارض، اما نعمله الشاي ايش بصير لونه؟ بصير اخضر. اخضر. متاكد؟ طيب علشان هيك راح تربح هديه مقدم من وائل مول. كل عام وانت بخير. انت بخير تسلم. طيب خلينا نتواصل عند متسابق اخر. كل عام وانت بخير. عم كيف اجواء رمضان معك؟ ان شاء الله كويس الحمد لله. طيب جاهز معي للعبه الغلط صح؟ اوكي يلا. طيب يلا احنا بدنا اجابات خاطئه او سريعه، تمام؟ الواحد بيش بمشط شعره. مشط. لا بدي تجاوب غلط. يلا حنعطيه تشانس كمان تشانس يا علاء. بيش الواحد بمشط؟ بيش؟ بالشوكي. بالشوكي. يا عيني عليك. وبيش بفرش اسنانه؟ بمشط. بالمشط. طيب مسحوق الغسيل ليش بيستخدم؟ يلا سريع. عكسي. ليش علاء؟ يلا. للشطف. طيب اذا سالتك سؤال، اذا الواحد يرفع نسبه الحديد في الدم ايش بتناول؟ شوكولاته. شوكولاته. طب المحارم اللي مشتريها ايش وظيفتها؟ يلا مسح. بنمسح فيها ولا بنوسخ فيها؟ بنكتب فيها. بنكتب فيها. طب القلم ايش وظيفته؟ وظيفته بنمحى فيها. بنمحى فيه. طيب مفتاح السياره لايش؟
لا شيء كل الاحترام حتربح معنا هذه من وائل مول. كل عام وانت بألف وانت سالم. الله اكيد متعة التسوق الحديدي الحقيقي والحديدي والاقوى نوع بكل العروض لدى وائل مول، تجربة فريدة في عالم التسوق. الحلقات مسجلة على موقع الفجر tv.com. اجمل التحيات بنقدمها لكم، تحيات الزميل علاء احمد الجلاد من خلف الكاميرا، وهذه تحياتي لكم. خالد بدير، دمتم بود، والى اللقاء.